معنا وغير واضحه مع المجتمع الدولي. اثيوبيا بتتحدث في امور ربما وايضا توجيه اتهامات غير حقيقيه وحول وتوجيه اتهامات لمصر، وللاسف اتهامات غير اتهامات طبعا لمصر، ولكن هو يتحدث عن الحق القانوني ليهم والوصول لاتفاق، ولكن يبدو ان اثيوبيا غير جادة. حتى في كلمة مندوب اثيوبيا سيادة الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، تعليق حضرتك على ما جاء في كلمة السيد وزير الخارجية سامح شكر، وأيضا قراءة حضرتك لما جرى في جلسة مجلس الأمن. لا، هي الكلمه بتاعت معالي وزير الخارجيه الحقيقه كلمه شامله، والمفروض انها تدرس الاجيال عن مشاكل بتاعت الحقبه الحاليه الحقيقه وكيفيه مواجهتها. اولا تحدث عن اوضاع مائيه، بالرغم ان هو طبعا يعني مش خبير فني ولا حاجه، انما وصف مائي في مؤسسه المستوى الاثيوبي مقارنه بين الدولتين. اتكلم عن المعاهدات الدوليه والتهم الاثيوبيه انها باقيات استعماريه وهي لم تستعمر قط. اتكلم عن التزامات اثيوبيا في هذه الاتفاقيات. اتكلم عن الجهد المصري الدؤوب في المفاوضات خلال العقد الماضي وتطور هذه المفاوضات من المرحله الاخرى لغايه الوصول لواشنطن ثم تدخل السودان والمفاوضات الاخيره. اتكلم عن العقبات اللي عملها الجانب الاثيوبي في هذه المفاوضات. اتكلم عن كلمه السيد رئيس الجمهوريه امام البرلمان الاثيوبي وهو مشجع التنميه الاثيوبيه ويدعوهم للمحافظه على الوجود المصري. اتكلم الحقيقه عن محطات جميله، وفي الاخر عبر عن الطلب المصري المطلوب اللي هو العوده بنهايه حسنه الى المفاوضات مع عدم اتخاذ اي تصرف فردي يضر بهذه المفاوضات. فطبعا يقصد البدء في الملء. فكان من الحقيقه خطبه متوازنه جيده، خطبه هاديه شامله، انا بحييه عليها. انما كان كلمه الاثيوبي الحقيقه يعني هو اجلها بعد السودان عشان ياخذ شويه وقت يرد على مداخله معالي الوزير. فاضطر ان هو يفتعل بعض الكلمات هاجم فيها مصر. فكان رد فعل الوزير المصري هي رد جامد شديد ولحظه وخلاه يتراجع، رد بقوه على مندوب اثيوبيا. نعم وخلاه يتراجع في مقاله. والحقيقه كان منظرنا النهارده مشرف للغايه، والحقيقه فكره حضور وزير الخارجيه هذه الجلسه كمان لوحدها ليها اشارات كثيره. يعني فانا الحقيقه بحييه يعني على هذا الامر، امر مشرف. ولكن الحقيقه برضو واضح من كلمات الراجل المصري الاثيوبي انه ما زالوا يتحدثوا عن اعلان مبادئ وفضل النزاعات فيه، السياده الرؤساء هم اللي يتكلموا يحلوا النزاعات، وده ضد اللي بيحصل في المفاوضات وطلب مصر بالوجود المحكم الدولي. اتكلم عن حقوق مائيه اثيوبيه، اتكلم تقريبا عن ماده بس بلغه اخف من اللغه الاعلاميه الاثيوبيه يعني. وده يبين برضو ان المفاوضات هتكون صعبه. انا مش قلقان الحقيقه عن المفاوضات من الناحيه الفنيه او القانونيه، ولكن قلقان ان احنا عايزين نخلص نهايه سعيده يعني. فالعراقيل اللي عند اثيوبيا وما زالت مصممه عليها اعتقد لسه مصممه عليها، وهنشوف الكلام ده خلال مفاوضات الاتحاد الافريقي. ونسيت اقول حاجه برضو جديد جدا في الكلمه الاخيره، المشروع المصري لمجلس الامن. نعم. والمشروع المصري دوت اللي هو العوده بالمفاوضات وشرط عدم اتخاذ اي اجراءات احاديه. مصر بتطلب مشروع قرار. نعم. ده هيبقى موجود قدام مجلس الامن لاتخاذ القرار النهائي اللي هم اعتقد بيتشاوروا فيه حاليا. وانا اتخيل الحقيقه هيبقى عباره عن دعم وجود الاتحاد الافريقي في المفاوضات وفي وجود المراقبين الدوليين مع تنبيه برضه على عدم اتخاذ اي عمل فردي، لان الحقيقه في خمس دول نصوا عليه صراحه في كلماتهم. صحيح.
منهم تونس العربيه طبعا والولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا او انجلترا والدومينيكا من لاتين امريكا واندونيسيا. ايوه الخمس دول نصوا صراحه انه لازم يتم عدم اتخاذ اي اجراءات احاديه. نعم وصراحه في بعض الدول قالت لك على خجل شويه انما الدول دي طلبتها صراحه ومصر طلبتها صراحه في مشروع القرار. فانا اعتقد ان القرار ان شاء الله هيشمل هذا الامر وتشجيع الاتحاد على التفاوض خلال اسبوعين ورفع الامر او تقارير دوريه الى مجلس الامن للنظر في التحدث في الموضوع. لكن تقييم حضرتك للموقف الدولي لانه واضح طبعا في تباين في المواقف من خلال الكلمات مش كده؟ انا الحقيقه استغربت من موقف الصيني. الصين عندها مشكله الحقيقه اللي هي عندها انهار مشتركه مع عده دول وعامله مشاكل اكثر من اثيوبيا. فبتحاول انها